فقرة فكر فن أعزائي المشاهدين اخترنا لكم اليوم بعض من لوحات الفنان السوري همام السيد وهو من مواليد مصياف عام 1980 تخرج من كلية الفنون الجميلة قسم النحت في جامعة دمشق كما شارك بعديد من المعارض المحلية والدولية لنشاهد معكم بعض من إبداعات هذا الفنان تتراكم شحنات الألوان داخل أروقة لوحات همام السيد التي رسمها بتقنية الجرافيك وكأنه يبحث عن الأنا في كل بورتريه فيحمل غنائية في الشكل الممزوج بمتعة بصرية ليكون شخصيات شبيهة بالكرتونية أو الكاريكاتورية بطريقة متشابهة نمطيا وتعتمد على قوة الملاحظة ليخلق فينا الالتزام باستكشاف فوارق تعبيرية تندفع داخل الحواس لندرك حركية ما يريد إظهاره في خصوصية أسلوب يتفرد به حسيا وانطباعيا مما يعكس ضوء الألوان الزيتية الصاخبة والمتداخلة مع الخلفية التي تضج بأحداث صامتة مصاحبة للوجه وتعبيراته فرح حزن خوف رقة تشاؤم وتفاؤل مما يجعل الرأي يتساءل إن كانت تلك الوجوه لشعب واحد له معاناته المختلفة